سو بن للصورة مالتي أو الحساب مالي. الآن صورتي تظهر لدى الجميع طلاب، الصورة والصوت استاذ واضح. اللي ما قاعد تظهر صورتي أمامه يروح للحسابات هاي الأشخاص ويسوي بن هذا الدمبوس أو اللي يصير على اليمين الحساب، لأنه راح نشرح مباشر على الجهاز الآن التجربة مباشرة. موضوع تجربتنا لهذا اليوم هو الجيروسكوبيك إيفكت. الجهاز نبدأ يعني شرح مكونات الجهاز. الجهاز يظهر أمامنا الآن هو هذا الجهاز، قاعد تشوفون طلاب، تشوفون الجهاز واضح؟ نعم أستاذ. واضح الجهاز؟ زين. هذا الجهاز يعني يبدأ يعمل على مبدأ عمل العزم الجيروسكوبي. العزم الجيروسكوبي يتولد قد ما يكون عندنا حركة دورانية حول أكسس معين، حول يعني مثلا عندنا هذا القرص قاعد يدور حول اكسس معين، اللي لو نرجع بالشيت بالتجربه يكون نسميه الاكس اكسس، يدور حول الاكس اكسس. فهاي لما يكون بحاله توازن ديناميكي القرص يدور حول نفسه بدون اي يعني حركه ثانيه، راح يكون عندنا نوع واحد من الحركه اللي هي الحركه الدورانيه حول الاكس اكسس. لكن هذا السيستم لما يتعرض العزم خارجي او عزم مسيطر عليه حول المحور، ان هذا هو المحور حول المحور، راح يتولد تورك. تورك هذا راح يسبب دوران المنظومه باكملها، يسبب دوران المنظومه باكملها وتتولد حركة يعني يسموها بريسيشن موشن. يعني أحيانا قد تكون هاي الحركة متأرجحة، لكن احنا اهتمامنا حول هاي الحركة اللي تتولد حول المحور العمودي اللي هو الواي اكسس حسب ما موجود بالشيت. هنا هذا المحور اللي يكون عمودي على المنظومة هو الواي اكسس. عندنا ايضا المحور العمودي على الناظر، المحور اللي يأشر باتجاه الناظر هو الزيت اكسس، يعني فقط لربط هاي المعلومات بالمعلومات الشيت اللي موجودة في الشيت. الآن قلنا لما يكون عندنا دوران والمنظومة بحالة اتزان راح تكون فقط عندنا الحركة الدورانية. يعني الآن لو شغلنا هذا الجهاز الآن قاعد يدور الآن الجهاز يدور باتجاه معين اللي هو بالنسبة للناظر عكس اتجاه عقارب الساعة. الآن العزم اللي يولده هذا المحرك صوت عالي شوية. العزم اللي يولده هذا يعني هذا القرص حسب قاعدة الكف اليمنى إذا كان اتجاه الدوران بهذا الاتجاه راح يكون اتجاه العزم بالاتجاه البعيد عن الناظر. إذا كانت حركة الدوران عكس الحركة الآن راح يعني تشوفون أنه قاعد يدور
باتجاه عقارب الساعة. إذا حسب قاعدة الكف اليمنى اتجاه الانجولر مومنتم أو الزخم الزاوي اتجاهه بالاتجاه البعيد عن الناظر. حقيقة لما تكون منظومة بحالة التزام ما راح يكون عندنا أي حركة، ما راح يكون عندنا فقط الحركة الدورانية، لكن لما نخلي ثقل أو مولد عزم حول المحور، يعني نخلي ثقل وزن على بعد معين، هذا الوزن قوة في ذراعها، راح ينطيني كابل. هذا الكابل راح يسبب دوران للمنظومة، راح يولد لي تورك حتى يعني كردة فعل لهذا العزم. هذا العزم اللي ولدناه نتيجة تعليق الثقل نسميه العزم الجيروسكوبي. الآن نحاول نخلي المنظومة تصل إلى حالة الاتزان الديناميكي وبعدين نضيف الثقل. شوف شو يصير. خلينا الوزن معين، هنا الوزن نشوف انه منظومة بدأت تدور حول المحور واي. سبب هذا الدوران هو التورك الناجم كردة فعل على العزم الجيروسكوبي. العزم الجيروسكوبي اللي ولدناه نتيجة تعليق هذا الثقل. لو أبعدنا هذا الثقل أخذناه مكان أبعد عن المحور، معناها راح نزيد العزم الجيروسكوبي، لأن يعني الذراع يزداد القوة في ذراعه، هذا معناه إنه زيادة في العزم الجيروسكوبي. فهذه الزيادة إيش راح يتولد عنها؟ الآن عندنا نوعين، أو يعني نوعين من ردة الفعل اللي هي حركة دورانية وأيضا تذبذب حول الواي أكسس. تذبذب هاي الحركة الدورانية نسميها البريسيشن، وسرعة هذا الدوران نسميها البريسيشن أنجولار سبيد. سرعة هذا الدوران نسميها Precision Angular Speed. الآن وضعنا ثقل آخر يعني وزن إضافي من المنظومة. نخلي المنظومة بحالة توازن، بعدين نترك الذراع ونشوف ايش راح يصير. جاء
لا تلاحظون سرعه الانجولار سبيد بريسيشن انجولار سبيد قاعد تزداد، الان يكمل دوره بوقت اقصر، وقت اقصر. كل ما زيدنا العزم الجيروسكوبي قاعد تزداد عندنا البريسيشن انجولار سبيد حول الواي اكسس، حول الواي اكسس لاحظ زادت السرعه. الان شنو دورنا؟ يعني ما هو المطلوب؟ القراءات المطلوب او الريدنجز اللي مطلوب انه نقراها من هاي التجربه. طبعا بالدرجه الاساسيه مطلوب من عندنا حساب التور اللي قاعد يسبب هذا البريسيشن موشن حول الزد اكسس، فمطلوب حساب التور. حتى نحسب التور نحتاج عدة أمور، نحتاج ثلاث أمور حتى نحسب التورك. نحتاج سرعة دوران القرص، سرعة دوران القرص واللي هي معلومة راح نعطيها اللي هي 628 راديان بير سكند. المطلوب الثاني إنه نحسب سرعة الدوران حول ال Y axis، سرعة الدوران اللي هي Precession Angular Speed. من المفترض أنه بالظروف العادية نجيب مؤقت Stopwatch ونحسب شكد الوقت المستغرق حتى يكمل السيستم، يكمل دورة كاملة، دورة كاملة حول هذا المحور، حول Y axis. إذا عرفنا الوقت وعرفنا أنه السيستم دار دورة كاملة، ممكن راح نطلع الأنجولار سبيد. مجرد أنه عندنا دورة كاملة نضربها في 2 باي ونقسمها على الزمن المستغرق اللي استغرقوا هذا الجهاز لدوران دورة كاملة اللي هي 2 باي. أيضاً نحتاج المومنت أوف إنيرشيا لهذا القرص، مومنت اوف انيرشيا، وهذا يعني موجود. اكو يعني عندنا علاقات للسيركولر ديسك، عندنا مومنت اوف انيرشيا يعتمد على الماس ويعتمد على الراديوس. الماس معلومه، او يعني عندنا الوزن 10 نيوتن، الماس تقريبا 1 كيلوغرام، والدايمتر ايضا معلوم 150 مليمتر تقريبا. فنقدر نطلع المومنت اوف انيرشيا مضروب في الانجولار سبيد لهذا القرص، مضروبه في الانجولار سبيد لهذا الجهاز او هذا المنظومه باكملها، البريسيشن انجولار سبيد، راح يعطينا التورك. اذا حصلنا على التورك، هو يعني الغرض من التجربه انه نشوف العلاقات، يعني تاثير العزم الجيروسكوبي، تأثير العزم الجيروسكوبي على التورك. يعني الحسابات المطلوبة، ممكن الآن نجي إلى الجزء النظري من التجربة أو جزء الحسابات. إذا ماكو سؤال طلاب، أي سؤال؟ دكتور؟ نعم دكتور، من حطينا الاوزان ونزل باوميجا، هي ما نفس الاوميجا بريسيشن؟ الاوزان نعم دكتور. الاوزان المقصود بها، يعني تقصد هاي الاوزان؟ نعم دكتور. هاي راح نعطيها الان، عندنا يعني نعطيها جدول القراءات. الاوزان راح ننطي الاوزان والابعاد عن السنتر، لأنه عندنا يعني 50 مليم، 75 مليم، 100 مليم، و 125 و 150. الأوزان عندنا طبعاً أربع أوزان نحتاج نسوي هاي التجربة. أربع أوزان
عند هاي الأبعاد، هاي الأبعاد الخمسة يعني 50 75 100 125 150 مليم، هاي موجودة. راح يكون عندنا وزن لما يكون 250 غرام، بعدين 450، بعدين 550، بعدين 650. عندنا موجود أوزان وهاي الأبعاد يعني، والزمن المستغرق كل ما علينا إنه نحسب الـ precession angular speed. هاي نعطيها الآن بالهاي، لكن كمبدأ عمل لهذه التجربة أي سؤال؟ شنو اللي خليها تدور يعني بدون ما تصفيق؟ اللي خلاها تدور؟ نعم، السبب الدوران انه قبل لا نخلي الاوزان، كان عندنا حركه دورانيه، منتهي من هاي الحركه الدورانيه اكو انجولار مومنتوم. الانجولار مومنتوم اللي هو يعني كميه متجهه، هو فيكتور الانجولار مومنتوم، اتجاهه باتجاه التورك اللي يولد الحركه الدورانيه. التورك يتبع قاعده الكف اليمنى. الان لما تسوي دوران، باتجاه عكس عقرب الساعه، اتجاه لف الاصابع يمثل لي اتجاه الدوران، واتجاه الابهام يمثل لي اتجاه التورك اللي هو راح يكون ايضا نفسه اتجاه الانجولر مومنتوم. فعندنا عزم زاوي او زخم زاوي، عندنا كميه متجهه. هاي الكميه المتجهه لما يحصل تغير بالاتجاه، الان خلينا ثقل، تغير الاتجاه، لما نخلي ثقل هنا، مفترض انه كان يأشر الاتجاه، الزخم الزاوي كان يأشر بهذا الاتجاه. الان لما نخلي ثقل حصل ميلان، اذا تغير الفكتور. حتى لو ما تغيرت الكميه حصل تغيير بالاتجاه، هذا التغير بالاتجاه بحد ذاته يسبب رده فعل، السيستم ما راح يعني يكون متزن. هذا الفرق بالانجولار مومنتوم، الفرق الناتج من الاتجاه، من تغير الاتجاه، كان باتجاه معين وتغير بزاويه. هذا الفرق كفكتر، هذا هو اللي سبب هاي الحركه، سبب اضطراب يعني اتزان المنظومه دايناميكيا لم تعد متزنه. فحتى توازن نفسها يعني بدأت تولد هذا البريسيشن موشن. يعني نجد تغيير الاتجاه هي سوت هاي الشيء. نعم، تغير بالاتجاه ولد لي يعني ردة فعل، مو تغيير بالمقدار. لاحظ ال تغيير بالاتجاه مو بالمقدار. القرص يدور بنفس السرعة، يعني نفس السرعة، نفس المواصفات، نفس التورك، لكن مجرد انه غير الاتجاه، هذا التغير بالاتجاه ادى الى تغير بالانجولر مومنتوم، سوى تغير بالانجولر مومنتوم. شكرا، عفوا. بعد اي سؤال؟ بعد اسمعني استاذ. نعم استاذ، هذا الوزن عجيل هذا يعتبر ثابت حتى يعادل وزن المافا؟ تقصد الوزن اللي بالنهاية هذا؟ الوزن هذا اللي بالنهاية، نعم، هذا ثابت، يعادل لنا حتى المومنت اللي تسببه هاي الكتلة بأكملها مع القرص، وزن الماطور. الماطور هنا عندنا يعني محرك كهربائي اللي قاعد هو اللي يسبب يعني دوران القرص. هذه المنظومة بأكملها مع القرص قاعدة تولد مومنت حول هذا المركز حتى يوازنوا، هذا خلينا هذا الوزن، هذا
بعد أي سؤال؟ من عنده سؤال طلاب؟ التطبيقات وين نستخدمه هذه؟ ايش شنو شنو سؤالك؟ تطبيقات العملية، تطبيقات ماذا؟ تطبيقاتها بكثرة بالأجهزة الملاحة، الطيران، الغواصات، السفن، أي يعني السيارات، أي حركة دورانية، أي جهاز يحتوي على حركة دورانية ويحصل تغيير فقط باتجاه الحركة الدورانية، تغيير بالمحور، محور الدوران باتجاه محور الدوران، أو يعني بالزاوية ميلان المحور، هذا راح يولد عزم جيروسكوبي. يعني حتى بالسيارات، بالسفن، بالغواصات، الطائرات، يعني الطائرات بكثرة، يعني أحيانا الطائرات تشوف ربما أنه الطائرة تسير باتجاه معين، فلما تريد تأخذ اليمين أو اليسار، إما تأخذ يمين أو يسار، تلاحظ أنه ما راح تأخذ حركة يعني اعتيادية أفقية، يعني الحركة مالتها راح يكون يرافقها إما صعود أو نزول لما تأخذ يمين أو يسار. فهذا اللي تشوفونه لما يعني الطائرة تستدير أو تريد تغير اتجاهها، هو مصحوب إما بصعود أو نزول، هذا هو العزم الجيروسكوبي. أي سؤال بعد؟ من عنده سؤال طلاب؟ زين، إذا ماكو سؤال حتى بس نريد نوضح يعني الأمور المطلوبة، راح نزودكم بالقراءات، احنا نزود يعني نزودكم بالقراءات، الزمن المستغرق مال دورة كاملة ومع الأوزان، يعني أوزان وأبعادها، كل وزن، الوزن 250 غرام خليه نغير البعد، او يعني ذراع الوزن، هاي كلها راح نعطيها يعني. يعني الخلاصه انه قاعد نقيس الزمن فقط، يعني من كل هاي التجربه قاعد نقيس الزمن، لانه الزمن راح نحسب منه الانجولر بريسيشن سبيد، ومن هاي السرعه راح نحسب التورك ونربطها مع العزم الجيروسكوبي. يعني هاي يعني راح نشوف انه التجربة راح تكون تعتمد على حساب الزمن. الآن نعم، الجايروسكوب بالطائرات وين يتركب بالضبط، بأي جزء؟ موقعه أي استاذ؟ هو لا شك يعني ضمن يعني وحدات تحكم، وحدة تحكم بالطائرة، طبعا تختلف من طائرة لطائرة، يعني يكون يعني ضمن منظومة التحكم، هو جزء من منظومة التحكم اللي لا شك تكون يعني في موقع، ما ادري يجوز دكتور طه عندك اطلاع اكثر عن موقع، يعني موقع الجيروسكوب بالطائرة، اذا معانا دكتور طه كان عنده السلام اطلاع. عليكم. السلام عليكم. السلام. الجيروسكوب هي منظومة كاملة، والسلام. منظومة مربوطة على يعني أحد أجهزة الطائرة المهمة جدا، مو بس الطائرات، طائرات الصواريخ وأي جسم يتحرك على 3 محاور. تبي محور جايرو هي عبارة عن 3 حلقات، حلقة مع محور إكس،
حلقة مع محور Y وحلقة مع محور Z، فهذه مربوطة كلها على المحور الطولي والعرضي والعمودي للطائرة. المحور X هو طيران الطائرة الأفقي، المحور Y هو الدوران يسموه اللوب، هذا حول محور X، وعندك محور Z اللي هو عندما الطائرة تنحدر انحدار لولبي. فوين ما تميل الطائرة الجايرة يؤشر. الجايرة شنو؟ عبارة عن عداد بفقاعة، هذا بالطائرة بالنسبة للطائرة. الطيار بس يدحق على هذا الجيت يعرف هل هو مايل بمحور X، محور Y، محور Z. يعني هذه المنظومة من تعطل الطيار بعدتاه، فمربوط على كل المحاور. من يكون طيران افقي مستقيم تكون الفقاعه بالسنتر، من طيران مايل الفقاعه تتحرك باتجاه الميلان، من عنده تسلق الفقاعه تنزل ليه جوا، من عنده انحدار الفقاعه تقدم ليه قدام. فالطيار مثلا بالطيران الليلي شلون يعرف وضعه؟ ما يعرف اي شيء، يعرف الجيروسكوب هو يقول له انت مايل له عدل له يعني اتجاهك وين. فلان بالليل خاصة الطيران الليلي الطيار ما يفرق بين النجمة بالسماء والجلوب بالقاع، يشوفه كله نفس الشيء. فاعتماده على الآلات، أحد أجهزة الآلات المهمة جدا هو الجيروسكوب. فطيران الصاروخ من تطلقه يعني صفرون الجيروسكوب ماله صفر، بعدين أكو تنظيمات يقول له بعد مثلا 20 ثانية الجايرو يعني تروح باتجاه محور اكس بزاوية 10. بعدين هذا يعني التنظيم اليدوي، بس اكو تنظيم برمجي يعني الصواريخ الحديثة بها كمبيوتر، فيبرمجوا الروت ماله من الانطلاق الى الهدف، يقول له تروح بمحور اكس بارتفاع هالقد تستمر هالقد ثانية او هالقد دقيقة، بعد ما تخلص تنحرف باتجاه محور واي بزاويه هالقد. هاي كلها مبرمجه، فمن اللي يديرها؟ الجايرو، لان الجايرو يتحكم بحركه اجهزه السيطره، وخاصه عندما تعشق طيار عالي. اجهزه السيطره شنو مال الطائره مثلا؟ شلون الطائره تتحرك اب وداون وليفت ورايت، هذه كلها أسطح سيطرة موجودة بنهاية الأجنحة. أكو أسطح من تقلبها الطائرة تسوي لوب كامل. أكو الذيل الخلفي للطائرة، هذا يسموه الاستابلايزر، من تسحب العصا راح تتسلق الطائرة، من تدفع العصا راح تنزل الطائرة. فهذا الجايرو مربوط على أسطح السيطرة، فسيطرة كاملة، بحيث الطيار بعض مرات يعشق طيار عالي يعوف العصا، كل شيء ماكو يعوف، لأن الطيار الآلي يقوم يتحكم، يصير تناغم بين الطيار الآلي وبين الجيروسكوب، والجيروسكوب هو مسيطر على أسطح السيطرة، فيصير طيران أفقي مستقيم. بالنسبة للصواريخ مثل ما قلت لكم برمجة، فهو جايرو ولكن هي منظومة، يعني احنا نشوف هذا بأبسط الأشكال، هذا التجربة قدامكم، بس هي منظومة معقدة جدا ومن أعقد المنظومات ومن أهم المنظومات، فهي تسيطر على حركة أي جسم يطير بالهواء حول المحاور الثلاثة. واضح شباب؟ واضح واضح، عشتيدك دكتور. هلا بكم. شكرا دكتور. مشكورين. شكرا، يعني لا شك دكتور طه خبرته عملية ويعرف تفاصيل عن هذا التطبيق. حقيقة معلومات قيمة. مشكور دكتور طه. هلا دكتور مهند. هلا بكم. الآن فقط أريد نوضح الجزء النظري ما يختص بالحسابات لهذه التجربة. ما أدري البرزنتيشن قاعد يظهر أمامكم، اللوحة الشرح واضح؟ نعم أستاذ. زين، حتى ان يعني ان يعني مجمل
ما نحتاجه لهذه التجربة هو يعني أو المخرجات من هذه التجربة هو التورك. التورك، علاقة التورك اللي هي يعني العزم، راح تكون عبارة عن نحتاج المومنت أوف إنيرشيا للديسك، بعدين الأوميجا أيضا سرعة دوران الديسك، وهذه معلومة طبعا موجودة عندنا بالشيت اللي هي قاعد نعطيها 600 قاعد نعطي الأوميجا 628 راديان بير سكند. عندنا الأوميجا للديسك تساوي لنا 628 راديان بير سكند، هاي معلومة، هاي ثابتة، يعني هو المحرك الكهربائي قاعد يدور بهذه السرعة. وأيضا عندنا الأوميجا للبريسيشن أنجولار سبيد أوميجا بي، هاي الأوميجا بي يحتاج نحسبها، الأوميجا البريسيشن أنجولار سبيد نحتاج نحسبها، اللي هي عبارة عن إحنا قاعد نأخذ دورة واحدة ونقسمها على الزمن المستغرق. الزمن متغير، يعني تغير الوزن، تغير الذراع، ذراع القوة قاعد يتغير التايم. هذا راح ينطينا revolution per second، revolution per second. أنا أحتاجها بالراديان، بالراديان per second. حتى نأخذ بالراديان نضرب في 2 باي، يعني راح يصير عندنا 2 باي على التايم، أو يعني التايم المستغرق هذا التي، التي هو الزمن المستغرق لإكمال دورة حول محور واي، محور واي اللي هو بريسيشن اكسس، راح يكون عندنا 2 باي على تي. لما اوجدنا هاي الاوميجا بي واوجدنا هاي راح تنطينا التورك. المطلوب انه نرسم العلاقات، نرسم علاقات يعني التورك، يعني راح يكون عندنا نحتاج نرسم نوعين او نوعين من المنحنيات. راح يكون عندنا العزم الجيروسكوبي اللي هو السي قاعد نسميه، القوه في ذراعها، القوه في ذراعها، راح نحتاج طبعا نحتاج سي مع الاوميجا، ونحتاج سي مع التورك، سي مع التورك. هذا السي مقصد به هو العزم الجيروسكوبي، السي هو الوزن، وزن هاي الاوزان اللي علقناها، الوزن ال ام جي خلينا نسميها، في ذراع القوه. ذراع يتغير قاعد مرة 75 يعني 50 75، هاي عندنا عدة يعني أوزان أو عدة أطوال، فراح يكون عندنا M في G اللي هو التعجيل الأرضي، هذا يعطينا القوة في ذراعها. فهذا يعتمد طبعا على الأوزان وبعدها عن المركز، مركز الدوران. فيعني هاي راح يكون عندنا عدة حالات، راح يعني نرسم هاي العلاقتين، يعني أوزان مختلفة، عد أوزان مختلفة، راح يكون عندنا يعني كأنما مضاعفات العدد أربعة، عندنا أربع أوزان،
راح يكون عندنا يعني حدود ثمان أشكال تقريبا، ثمان أشكال يعني أربعة من هذا الشكل وأربعة من هذا الشكل. دكتور. نعم. بس إذا تعيد الرسم لانفصلنا يمي. الرسم رسومات اللي راح نرسمها، نحتاج انه نرسم الاوميجا البريسيشن انجولار سبيد، نرسمها مع الجيروسكوبيك كابل، جيروسكوبيك او العزم الجيروسكوبي. العزم الجيروسكوبي قلنا منين جاي؟ العزم الجيروسكوبي هذا او هذا هو جاي من قوة في ذراعها، جايه من هاي الاوزان اللي علقناها على بعد معين، جاي من القوة في ذراعها، هذا العزم الجيروسكوبي. نرسم الأوميجا تي اللي هي Precession Angular Speed، ونرسم التورك. التورك إن نحسبه من هاي العلاقة، ناخذه من هاي العلاقة. الـ قد نحتاج المومنت اوف انيرشيا للديسك، المومنت اوف انيرشيا للديسك راح تكون عباره عن نصف الكتله في مربع نصف القطر. هاي موجوده معطاه، الكتله معطاه والنصف القطر موجوده بالشيت. نعم، فنحتاج انه كل حاله نحسب العزم الجيروسكوبي، نرسم الأوميجا تي الناتجة من تغير هذا العزم الجيروسكوبي، ونرسم أيضا التورك الناتج من هذا العزم الجيروسكوبي. يعني القراءات راح تكون بهذا الشكل. راح نعطيكم القراءات على الكلاس روم. قراءات حقيقة عندنا، خلي غير البرزنتيشن. زين، ظهر امامكم جدول قراءات. نعم مساء النور. واضح قاعد يظهر امامكم الجدول؟ واضح استاذ، واضح. زين، اللي راح تشوفونه هو انه قد وزن معين قاعد نحاول انه يعني قد وزن معين قاعد نخلي على بعد ذراع معين. نحسب الوقت المستغرق لدورة واحدة. الآن تشوفون هاي احنا مثبتين يعني دورة واحدة، قاعد يعني نحسب الزمن المستغرق لدورة واحدة. فهذا يعني هذا العمود ويا هذا العمود راح يعطينا الأوميجا بي اللي هي Precession Angular Speed، ومن خلالها يعني نضربها بالسرعة دوران القرص والمومنت اوف انيرشيا للقرص راح تنطينا التورك. راح نغير ايضا، نثبت طبعا. الان تشوفون هذا العمود، ثبت الكتلة ونغير الذراع، يعني نثبت القوة ونغير الذراع ونحسب، ايش قد يستغرق لدورة واحدة. نرجع نغير الكتلة ونثبتها طبعا، ونغير الذراع، ذراعها، وهكذا فنحصل على different precession angular speeds، ونحصل على different torques يعني قيم مختلفة. وهاي من خلالها راح نرسم الرسومات المطلوبة ونناقشها. واضح طلاب؟ نعم استاذ، واضح.
أي سؤال؟ بس لاستخراج التورك استاذ يقن نطبق التورك. التورك ذكرناه قبل شوية اللي هو التورك ذكرناه قبل شوية بال اللي هو نفسه سيستا. لا التورك هو مخرجات، السي مدخلات يعني جاية من الآن شوفون هاي اللوحة، لوحة الشرح اللي قاعد تظهر أمامكم، لوحة الشرح واضح واضح. نعم التورك، التورك هو العزم اللي يدور المنظومة حول المحور واي، حول البريسيشن اكسس. التورك، التورك هذا قانون التورك، هذا هو قانون التورك. قانون التورك يعني يعتمد على المومنت اوف انيرشيا للديسك او القرص وسرعه دوران القرص والبريسيشن انجولار سبيد الاوميجا بي، فمن هنا التورك نحصل عليه. اما الكابل، الكابل او العزم الجيروسكوبي نحصل عليه من هذا الوزن، وزن الثقل اللي علقناه في الذراع، يعني القوة، القوة في ذراع قاعد يصير عندنا. أوزان يعني عندنا هاي الأوزان 250 غرام و450 و550 و650. دكتور الثين معزم ما اثنيناتهم نفس القيمة يعني؟ الجيل الكابل والتورك المفروض يكونون متقاربين، يعني المفروض يكونون متقاربين، المفروض يكون قيمهم متقاربة. يعني فعلا إذا ما يعني تظهر علاقة، إذا ما كانت خطية فيعني شبه خطية العلاقة بيناتهم. حتى تتأكد من صحة الحل، يعني ملاحظة جيدة ذكرها زميلكم، أنه التورك مفروض يكون قريب عن يعني قيمته قريبة على الكابل. واضح طلاب؟ تمام دكتور واضح. اي سؤال بعد؟ عفوا استاذ. نعم استاذ، بس فصل يم النت ليش صارنا ثمان رسمات؟ ايش سؤالك؟ عيد شنو سؤالك استاذ؟ ليش صارنا ثمان رسمات؟ المقارنه بين شنو وشنو نعمله؟ فصل يم النت ثمان رسومات، ليش قاعد يصير عندنا ثمان رسومات؟ يعني هسه الأوميجا بي ويا الكابل أو العزم الجيروسكوبي ترسم عند 250 غرام وترجع ترسم عند 450 و 550 650، فهاي ايش كم رسم راح ينطيك؟ سريع تقاطع بخط واحد استاذ. نعم شنو المشكله؟ شنو راح يعني اكيد الاشكال تختلف، يعني راح تشوف استجابات مختلفه. استاذ يعني كذا ما تقاطع بخط واحد استاذ يطلع رسمه واحده تتقاطع الاوميجا. لا شك انه راح الميل، الميل يختلف، الميل مفروض يكون عندك الميل مختلف. انت ارسمها يعني ارسمها كل واحد اذا تقدر ترسمها طبعا بشكل واحد وعدة خطوط يعني ممكن. طبعا. شوف ايش راح يطلع.
يعني مثلا على سبيل المثال هذا ال 450 اخر لل ال 550 او 550 الاخر ل يعني غير شوف ايش راح يطلع. هو انا اريد تستنتج يعني اريد استنتاجك يعني واضح. شكرا استاذ. عفوا. بعد اي سؤال طلاب؟ دكتور ممكن سؤال؟ نعم دكتور، بالنسبه للتجربه شو راح نكتبها؟ الاسلوب المتبع لكتابه التقارير، يعني اول شيء راح تبدي يعني بالوصف الجهاز، و بعدين النظرية، جزء النظري، وبعد هذا راح يكون عندك القراءات والنتائج ومناقشتها. يعني هاي يعني الستركتشر أو الهيكلية المعتادة لكتابة التقارير. يعني يعني ايش راح يكون عندك؟ عندك يعني اول ما تبدي بال يعني وصف الجهاز، بعدين راح يعني الجزء النظري او الباك جراوند، الجزء النظري، بعدين راح يكون عندك النتائج، وبعدين مناقشة. نعم بس القراءات اللي نزلتها ما بينت كلها عندي بالصورة، بس طلعت حتى مو داخل الصورة القراءات. ننزلها، ننزلها على كلاس روم. هسه راح ننزلها على كلاس روم. تمام استاذ. واضح. زين، اي سؤال بعد؟ دكتور، أجهزة الليزر أسهل حديث حالياً، نفس القراءات تنطي؟ أي أجهزة؟ حالياً نفس أجهزة الليزر أسهل موجود، حتى يعني أجهزة أبل بها نفس تنطي هذه القراءات. الليزر؟ إيه، والإلكترونية، أسهل ميكانيكية. نعم. عبارة عن قرص وأوزان وهاي، بس حالياً عندنا الأجهزة الإلكترونية. أكيد. نفس الطريقة مال قوانين وهاي الشكل يعني؟ لا اكيد، يعني تختلف قوانين الاجهزه الالكترونيه، راح تختلف يعني، يعني فيزيكس مالتها مختلفه، يعتمد على الكهرباء جماعه الالكترونيات كيف يحسبون هاي المتغيرات، التغير بالزاويه هي يعني الغرض منها انه يولد استجابه، يعني تعيد مثل ما ذكر دكتور طه، تعيد الطائرة إلى وضعها الطبيعي بالمسار المحدد. فطبعا إذا كان جهاز يعني إلكتروني راح تكون الموضوع مختلف. زين، بعد أي سؤال بعد؟ إذا ماكو سؤال أعتقد أنه ننهي المحاضرة اليوم. دكتور طه. دكتور عاني، أعتقد الطلاب يعني ما عندهم أسئلة، فإذا تنهي التسجيل.